أخبار المحلية والأخبار العالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج. الأهرام قبل الإعلان الرسمي الأول لقائمة أجاري جماهير الكرة المصرية تترقى باختيارات المكسيكي وتنتظر منتخب هجومي. كرة أجاري يعقد مؤتمر صحفي 3 سبتمبر. المساء محمد صلاح يفتح النار على اتحاد الكرة الكينج المصري، مسؤول الجبلية يتجاهلوني ولا يردون على رسائلي. بوابة أخبار اليوم اتحاد الكرة ينفي الرد رسميا على محمد صلاح. كرة أزمة محمد صلاح على رأس الملفات في اجتماع الجبلية اليوم. بوابة الوفد أزمة محمد صلاح اتحاد الكرة يكشف حقيقة مخاطبات وكيل اللاعب. الشروق مجاهد تصرف صلاح مفاجئ وسنتعامل مع أزمته بحكمة. المسا الإسماعيلي يدرس الانسحاب من البطولة العربية، مجلس الإدارة في انعقاد مستمر للرد على إشراك الزمالك مكانه في السوبر العربي. الأخبار المسائي الإسماعيلي يرفع شعار التجديد أو التجميد، النادي يسعى لإنهاء أزمة بامبو ومتولي ومضوي يصحح أخطاء المقصة. وانتري علاء عبد العال سذاجة لاعبي الداخلية سبب الهزيمة أمام بيراميدز. وفيتو الاتحاد السكندري يبدأ رحلة التجهيز لمواجهة الترجي التونسي. البوابة نيوز مدافع الاتحاد السكندري يجري أشعة لمعرفة طبيعة إصابته. بطولات الفيصلي السعودي يوضح سبب استبعاد صالح كومة. الشروق كوكا سعيد بدعم جماهير أولمبياكوس في أول مشاركة. ماركا الإسبانية ريال مدريد لا يتوقف عن التقدم. سكاي نيوز جاريث بيل ود أن أفعل هذا الأمر مع ريال. سبورت 360 مارسيلو يصرح رونالدو سيظل الأفضل في العالم. هنبتدي معاكم من موقع كورة. لألن المكسيكي خافيار أجاري المدير الفني للمنتخب هيعمل مؤتمر صحفي يوم 3 سبتمبر اللي جاي عشان يتكلم عن مباراة النايجر. وكان أجاري طبعا اختار 13 محترف لقائمة المباراة: محمد عواد من الوحدة، أحمد حجازي من ويست براموتش ألبين الإنجليزي، محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي، محمد النني من أرسنال الإنجليزي، سام مورسي من ويجن الإنجليزي، ورمضان صبحي برضو من هدرسفيلد الإنجليزي، أحمد المحمدي من أستون فيلا الإنجليزي، وعمرو طارق من أورلاندو سيتي الأمريكي، علي غزال من فانكوفر، محمود حسن تريزيجيه من قاسم باشا التركي، عمرو وردة من باوك اليوناني، أحمد حسن كوكا من أولمبياكوس اليوناني، وحسين الشحات من العين الإماراتي. والمفروض إن هيتم الإعلان برضو عن قائمة اللعيبة المحليين خلال 24 ساعة من دلوقتي. كمان من موقع كورة قالت إن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني بوريدا هيعمل اجتماع النهاردة عشان يقدر يناقش فيه العديد من الموضوعات، وطبيعي جدا هيكون أهمها أزمة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مع مجلس اتحاد الكورة. صلاح كتب على صفحته الشخصية على موقع تويتر: الطبيعي إن أي اتحاد كورة هيسعى لحل مشاكل اللعيبة حتى يوفر ليها، لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تماما. وكمان قال: ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي، لا أدري لماذا كل هذا، أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟ دي كانت رسالة محمد صلاح لاتحاد الكورة عبر تويتر. طبعا نتفاعل معها يعني عدد مهول جدا من الجماهير من امبارح للنهاردة، الدنيا قايمة. وكمان طلع شوية تصريحات على لسان اتحاد الكورة، لكن بعد كده اتحاد الكورة طبعا طلع ونفى، قال ان التصريح او البيان اللي طلع ده مش بيان رسمي ولا يمت بأي صلة لاتحاد الكورة. كمان بوابة اخبار اليوم: اسامة اسماعيل مدير الاعلام في اتحاد الكورة نفى صدور بيان رسمي، وده انا كنت بقوله لكم، من اتحاد الكورة عن الرد على اللي نشره محمد صلاح على حسابه على موقع تويتر امبارح. واكد اسماعيل بان مفيش اي بيانات بتحمل اسم الاتحاد ولا بتصدر عن قنواته الشرعيه الا بيعتد بيها، ودي ما حصلتش او ده مش هو اللي حصل او البيان اللي نزل ده هو بيان مفبرك. وقال كمان ان احنا علمنا بالمخاطبات الرسميه
وردت للاتحاد بتاريخ يوم 23 اغسطس الحالي بعد ما ارسل في وقت سابق رساله على الايميل الشخصي لرئيس الاتحاد بيتكلم طبعا عن محمد صلاح، ده كان تاريخه يوم 11 اغسطس، وبعد كده تواصلوا معاه يوم 16 اغسطس، يعني هو بعت لهم رساله يوم 11 ردوا عليه يوم 16 عشان ياكدوا عليه ان اي طلبات مفروض يتم ارسال فاكس رسمي او خطاب رسمي بها لاتحاد الكوره. من بوابة الوفد برضو بتتكلم عن نفس الأزمة، قالت أن مسؤولين اتحاد الكرة أكدوا أنهم ما جالهمش أي اتصالات أو رسائل أو مخاطبات مباشرة من أي واحد من لعيبة المنتخب الوطني خصوصا من محمد صلاح، وأن كل اللي اتقال أو كل ما ورد للاتحاد من مخاطبات رسمية كان من وكيل اللاعب لكن مش من محمد صلاح نفسه. كمان الشروق قالت أن أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة كان مندهش جدا من تصرف محمد صلاح جناح ليفربول اتجاه اتحاد الكوره فيما يتعلق بازمته طبعا مع الاتحاد خصوصا بحقوق رعايه اللاعب اثناء تواجده مع المنتخب الوطني. وقال مجاهد موقف صلاح مفاجئ بالنسبه لينا لا سيما طبعا، وانه ما كانش فيه اي بوادر بتنذر بوجود اي ازمه مع الاتحاد، مؤكد ان هم هيتعاملوا ان شاء الله مع الازمه دي بحكمه، وده لما يمتلك اللاعب من شعبيه جارفه في مصر. المسا كمان قالت ان جماهير الاسماعيلي طلبت اداره النادي ان هم ينسحبوا من البطوله العربيه اعتراضا على اختيار نادي الزمالك رابع الدوري في الموسم اللي فات ان هو يلعب مكان النادي الاهلي السوبر المصري السعودي وتجاهل النادي الاسماعيلي صاحب المركز الثاني، وطبعا بعد ما اعتذر النادي الاهلي بطل الدوري عن المشاركه في المباراه بسبب ضيق الوقت. وقالت المسا ان مجلس اداره الاسماعيلي بيدور ازاي يقدر ياخد القرار المناسب، وطبعا الاول هو اتكلم مع اتحاد الكوره المصري واتحاد الكوره المصري رد عليه قال احنا مالناش اي علاقه بالبطوله دي، البطوله دي اصلا مش بطوله رسميه، والجهه اللي بتنظم البطوله دي اكيد ليها الحريه المطلقه ان هي تختار المنافس اللي هتختاره ان هو يلاعب الفرق من مصر. نروح لفيتو. فيتو قالت ان فريق الكوره في النادي الاتحاد السكندري بقياده محمد عمر هيبتدي رحلته للتجهيز لمواجهه الترجي التونسي في لقاء الاياب في دور ال 32 من البطوله العربيه للانديه المقرر ان شاء الله ان هي تكون موجوده يوم 2 سبتمبر اللي جاي. الجهاز الفني ادى للعيبه راحه سلبيه من التدريبات بعد ما تعادلوا قصاد المصري بورسعيدي في الجوله الرابعه من بطوله الدوري العام واللي انتهت بنتيجه هدفين لكل فريق. نروح لموقع بطولات، وموقع بطولات اتكلم عن أزمة الفيصلي السعودي وصالح جمعة، وقال إن الفيصلي السعودي وضح السبب وراء قرارات الإدارة باستبعاد اللاعب الدولي المصري طبعا صالح جمعة المعار من صفوف النادي الأهلي المصري عن الفريق بعد نهاية فترة الإعداد للموسم الجديد. وقال مساعد أمين النادي السعودي في تصريحات لجريدة الرياض لم يقدم صالح جمعة ما يجعله يستمر في الفريق خلال معسكر رومانيا بسبب عدم انضباطه وغيابه المتكرر عن التدريبات. دي كانت تصريحات مساعد أمين عام النادي نادي الفيصلي. كمان سكاي نيوز اتكلمت أو كتبت النهاردة في خبر عن الويلزي جاريث بيل إن هو قال إن نجم ريال مدريد الأسباني أو إن هو قال هو نجم ريال مدريد الأسباني اتكلم عن رغبة خاصة بيتمنى من مدربه لوبيتيجي إن هو يحققها بعد انتصار المرينجي على مضيفه الكتالونو جيرونا بنتيجة 4-1 في إطار الجولة الثانية من الدوري الأسباني. قال جاريث بيل في تصريحات صحفية أود أن أسدد ركلات الجزاء لكن القرار في يد المدرب وأنا أتقبل هذا القرار. واتكلم برضو وقال إذا حصلت على الفرصة للتسديد فأنا متأكد أنني جاهز للتسجيل وتطلع حقا للظهور بشكل رائع، ده وفقا لموقع كورة الرياضي. كمان سبورت 360 قالت ان اتكلم النجم البرازيلي مارسيلو ظهير الايسر لنادي ريال مدريد عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وده بعد المباراه اللي فاز فيها النادي الملكي على فريق جيرونا الكتالوني ضمن احداث الجوله الثانيه من الدوري الاسباني 2018-2019. قال مارسيلو بعد نهايه المباراه لما اتسال عن مدى تاثير رحيل كريستيانو رونالدو عن الفريق قال البرازيلي مارسيلو رونالدو سيظل الافضل في العالم، نحن نفتقد كثيرا ولكن جاريث بيل وكريم بنزيما بيحاولوا ويجتهدوا ان هم يعوضوا مكانه، هم رائعون ويقدموا افضل ما لديهم. طيب دلوقتي هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقيه فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.